اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج الاتجاه الشمال التي نلقي فيها الضوء على اهم ما يتعلق بالقاره الاوروبيه، واذا كانت هناك ملفات مطروحه للعلاقات المصريه الاوروبيه. نقدم في حلقه كل اسبوع اهم الموضوعات التي جرت على مدار الاسبوع الماضي. في حلقتنا هذه نتطرق الى موضوعين اساسيين. الموضوع الاول يتعلق بالعلاقه المتناميه بين مصر والمجر في اطار الدعوه التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة المجر. هذه زيارة لم يتحدد موعدها بعد، ولكن قيل أنها ستكون في القريب العاجل. نتطرق لأهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويشرفنا للحديث عن هذا الموضوع سفير المجر في القاهرة. نتحدث أيضا في الجزء الثاني من الحلقة عن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، وأهم المجالات الجديدة التي تم فتحها خلال هذه الزيارة فيما يتعلق تحديدا بالتعاون الاقتصادي. إذن أول موضوعاتنا نبدأها مباشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. كما ذكرنا في البداية، الجزء الأول في هذه الحلقة يتعلق بالدعوة التي تلقاها الرئيس السيسي لزيارة المجر. أهم الموضوعات التي من المفترض أن تناقش خلال هذه الزيارة وتبعات ذلك على العلاقات المصرية المجرية، نشاهد في هذا التقرير ونعود لنبدأ الحوار. زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر خلال الفترة المقبلة، تلبية لدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لحضور قمة تجمع دول فيزغراد الذي يضم كل من بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، والتي ستخصص اجتماعها لدعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في مصر. ويتوقع أن تتناول المباحثات عددا من الملفات، من أهمها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر والتعاون في مجالات التكنولوجيا والزراعة. وتتميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى سنوات عديدة ماضية، خاصة بعدما انضمت المجر خلال السنوات الأخيرة للاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر. الرئيس السيسي كان قد زار المجر في أوائل شهر يونيو من عام 1915، ووقع مع رئيس وزراء المجر على بيان مشترك تضمن 12 بندا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب. كما شهدت الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم لتوريد 700 عربة قطار لمصر، ومذكرة تفاهم بين وزارتي داخلية البلدين للتعاون في المجال الأمني وتبادل المعلومات. وفي مطلع شهر يونيو من عام 2016 زار رئيس وزراء المجر مصر على رأس وفد ضم ممثلي عدد من كبرى الشركات المجرية، واجتمع فيكتور أوربان بالرئيس السيسي، وأكد في تصريحاته أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على هذا المستوى الرفيع إنما تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالعمل في السوق المصرية، ومؤكدا تطلع ممثلي مجتمع الأعمال المجريين لتنفيذ مشروعات اقتصادية ناجحة في مصر. وشهدت الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بين مصر والمجر في التعاون الاقتصادي والمجال العسكري والإعلامي والطيران. ويتحدث معنا عن هذا الموضوع على الهواء مباشرة في استوديو النيل دكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة. دكتور بيتر، we are honored to have you here. شرفنا الغرام، أشكركم على الدعوة. الرئيس السيسي قد دعي رسميا لزيارة المجر لحضور قمة دول الشمال وسط أوروبا. كيف تصف أهمية هذه الزيارة؟ هذه الزيارة لها جانبين، هي قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اللي بين العلاقات المجرية المصرية، وفي اليوم الثاني ستكون مجموعة فيشغراد، هي دول وسط شرق أوروبا، وهذه أول مرة يحدث ذلك أن يحضر رئيس مصري ويقابل رؤساء الدول وحكومات دول الفيشغراد، وهي المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا. وتنظيم
ما زالت تقريب مصر من البوسفور. ما أهمية ذلك بالنسبة لمصر وفي مركزية هذه القمة؟ هل تعلن نمو أكبر بين البلدين؟ بالطبع هذا هو هدفنا الرئيسي، أن نجعل مصر والدول الأخرى ثنائيا أو معا أو هؤلاء الأربع دول أن ينمو التعاون مع مصر، ولكن أريد أن نقيم بهذا كجماعة. فمصر كدولة مهمة في هذه المنطقة، والدول والأربع دول الأخرى هي مهمة أيضا في وسط أوروبا. والتحدي في وقتنا هذا كيف سنجعل هذا الحوار بين دولنا لكي يتحدث عن كل الموضوعات والمشكلات التي نعيشها معها في هذا الوقت، ونناقش كيف نحل هذه المشاكل وكيف ننشط التعاون فيما بيننا. كدولة مهمة في الشرق الأوسط، كيف تنظر المجر إلى العلاقات مع مصر، خصوصا في هذا الوقت وهو مليء بالصراعات في كل منطقة الشرق الأوسط، والوضع في الاعتبار أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين المجر والدول الأخرى في الشرق الأوسط. مصر كانت شريك أساسي منذ وقت طويل، ودعيني أذكرك أن الرئيس السيسي قد زار المجر في عام 2015، بينما رئيس الوزراء جاء بعد سنة في عام 2016. الآن لدينا الرئيس السيسي في المجر أيضا. في رأيي أن هذا تعبير ممتاز عن علاقة مثمرة بين متعاون مثمر بين البلدين. وكما قلت من قبل، نحن نواجه تحديات في كل مكان، سواء في هذه المنطقة أو في منطقتنا، وهو أكثر من طبيعي أن توحد الجهود بين الدول لمواجهة هذه التحديات. وإذا قمنا بذلك بشكل متعاون سيكون أسهل لنا جميعا. يمكننا أن نناقش أشياء كثيرة، فنحن لدينا حوار سياسي رائع، قيادتنا في حالة تعاون ممتاز، لدينا حوار أمني وهو مهم للغاية في هذه الأيام. مصر تحارب على الجبهة الأمامية في الحرب ضد الإرهاب الدولي، ونحن نقدر هذا الدور، فنحن نقدم كل دعمنا لمصر. سيادة السفير، قلت أنك ستعطي كل دعمك، ما نوع الدعم الذي يمكن تقدمه لمصر التي تحارب في الجبهة الأمامية في الحرب ضد الإرهاب كما قلت أنت الآن؟ كل أنواع، أعني بكل أنواع الدعم، هي الدعم السياسي وهو مهم للغاية. حين زار الرئيس السيسي المجر في عام 2015، وقع اتفاقا على محاربة الإرهاب بشكل مشترك، مما يعطي فرصا كثيرة لسلطاتنا لضم الجهود. ولكن الدعم السياسي أيضا مهم. المجر عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في منظمات دولية أخرى، ونحن نرفع دعمنا حين تأتي المسألة لتقوية التعاون ضد الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى. أريد أن أتحدث إلى الجانب السياسي بشأن الاقتصادي. كيف نأمل في التعاون بين البلدين أو في منطقة الفيجر كما قلت ومصر، وعن العقود التي يمكن أن توقع بين البلدين؟ لدينا تعاون طويل وكثير من المجالات التقليدية التي نتعاون بها. دعيني أذكر لك القطار المصري المجري، وهو قطار جاء من المجر في السبعينيات والستينيات.
هذا هو نصيحة نبني عليه. أريد أن أرى القطارات المجرية تأتي إلى محطات مصر مرة أخرى. ونحن نعمل على مشروع مماثل ولدينا أمثلة أخرى للتعاون. على سبيل المثال المياه موضوع مهم لمصر، والمجر لديها خبرة كبيرة في معالجة المياه ومعالجة الفائض المائي. أستطيع أن أذكر أيضا الحافلات، بناء الحافلات. فنحن لا نتحدث عن النقل في مصر. نعم، أقصد النقل بشكل عام. المجر تستطيع أن تقدم كثير من المشاركة لذلك في هذا المجال، وكذلك في مجال التصدير ولتأميم الإنتاج وتحويله إلى إنتاج محلي. أنتم قدمتم أيضا التعاون في مجال التدريب الفنيين المصريين. هذا موضوع مهم أيضا أنت تطرحيه. بدأنا منذ 3 سنوات برنامج منحة دراسية نقدم إلى مصر 300 منحة دراسية كل عام. كل عام 100 طالب يأتون إلى جامعاتنا ولكي يستخدموا معارفنا ليتدربوا كمهندسين للمستقبل. وهو هذا يعود إلى الجانب المصري أن يقرر خبراءهم من يختارون ليرسلوا إلى المجر، سواء مهندسين القسك الحديدية أو مهندسين المياه أو مجالات أخرى. ولكنه يعمل بشكل جيد، وأنا أثق أن هؤلاء الخبراء الشباب والمهندسين الصغار السن الذين يتدربون في المجر سيكونون جسر يربط بين البلدين. والآن عن مجال آخر يكون واعد للتعاون بين البلدين، أريد أن أتحدث عن السياحة، لأن المجر بلد جميل وأيضا مصر. هل تأمل في توسيع مجال التبادل السياحي بين البلدين؟ بالطبع، هذا موضوع مهم، وأشكرك على طرح هذا الموضوع. كلا البلدين يركزون في السياحة. بالنسبة لمصر وللمجر هناك دخلنا ما بين 12 إلى 13% من الدخل القومي معتمد على السياحة. فأنا يجب أن نوحد الجهود. السياحة بالنسبة إلي هي طريق باتجاهين. نحن المجر البلد التي لم تصدر أي تحذيرات ضد السفر إلى مصر عكس الدول الأخرى، لأننا نرى أن هذا أمر حيوي بالنسبة لمصر، فالسائحين أحرار أن يأتون إلى مصر. أيضا السائحين المصريين مرحب بهم في المجر، سواء إذا كانت سياحة علاجية أو سياحة تسوق أو سياحة ثقافية. نحن نتحرك في الاتجاهين. دكتور بيتر، يجب أن أخرج الآن إلى مؤتمر صحفي. مشاهدين، أنتقل الآن على الهواء مباشرة إلى هذه الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى المغرب، أول زيارة خارجية للرئيس الفرنسي بعد توليه مهام منصب. ورغبة المغرب في التعاون مع فرنسا في استراتيجية الاستقرار الإقليمي، وجدت شريكا يهتم بهذه القضايا ولديه الرغبة في المساهمة في استقرار الوضع في منطقة الساحل، وهذه مسألة مهمة. ثم هناك رغبة أيضا لتوخي الكثير من الحذر بشأن بؤر عدم الاستقرار في أفريقيا.
ومن ناحيتي أنا مقتنع أن فرنسا والمغرب لديهم اليوم في أفريقيا سياسة مشتركة، وهذه سياسة ترمي لتطوير بتعاون مع القطاع الخاص وكذلك المثقفين والعالمين الفني والثقافي هذا المجتمع الجديد وإعادة التفكير في علاقة متوازنة في أفريقيا ترتكز على المجتمع المدني. هذا هو صلب السياسة التي أرغب في تنفيذها في أفريقيا بالشراكة مع المغرب، بالإضافة إلى المتطلبات الأمن. يجب أيضا أن يكون هناك رغبة لتحقيق التنمية السياسية والتعليمية، ثم العمل أيضا مع رواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديمي من أجل إحداث التغييرات التي تحدث حاليا في أفريقيا. هذا ما تبحثنا بشأنه أيضا مع جلالة الملك المغرب، وأعتقد أنه يشاطر اليوم هذه الرؤية. أخيرا أكدنا مجددا كلانا التزامنا تجاه مكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى المبادرات الدبلوماسية التي تم إطلاقها أي الانضمام لاتفاق باريس. لدينا الرغبة أيضا لمواصلة المبادرات الدبلوماسية في أفريقيا، وكذلك مبادرات المشتركة الملموسة التي تسمح بالوفاء بمتطلبات اتفاق المناخ. هذا بإيجاز المباحثات التي أجريناها خلال هذا اللقاء الأول قبل مواصلتها فيما بعد. إذن مشاهدينا، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارته للمغرب، وتحدث فيها عن تعميق العلاقات بين فرنسا وبين الدول الإفريقية، التماشي مع التغيرات التي تحدث في العمق الإفريقي. تحدث أيضا عن انضمام المغرب إلى اتفاق باريس للمناخ، وتعميم هذه الاتفاقية لتنضم إليها دول أخرى في إفريقيا. ما زلنا مستمرين في حوارنا مع الدكتور بيتر كيفيك سفير المغرب بالقاهرة. دكتور بيتر، I would like to welcome you again on this program. So the last issue I want to raise with you is about the refugees. اللاجئين السوريين واللاجئين بشكل عام، هل يسبب ذلك نوعا من المشاكل بين الدول الأوروبية؟ كيف ترى المجر أسلوب التعامل مع هذه المشكلة؟ أولا المجر يجب أن نرى جيدا، نحن لسنا أعضاء فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن أعضاء أيضا في اتفاقية شنغن. واتفاقية تعاون شنغن تعطينا التزامات محددة، أهم التزام هو أننا يجب أن نحمي الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن، وهو بالضبط ما وعدنا أن نفعله. أولا حين نرى هذا التدفق الهائل من المهاجرين إلى أوروبا في صيف عام 2015 من منطقة الشرق الأوسط عبر بلدنا، كنا غير قادرين على التحكم في هؤلاء الناس لأنهم بأعداد كبيرة، وقد مرت عناصر إرهابية لسوء الحظ بينهم. ولذلك لحماية بلدنا ولحماية أوروبا فيجب علينا أن نحقق التزامنا أن نبني حاجز على حدودنا الجنوبية، لكن هذا الحاجز به بوابات وأبواب مفتوحة للجميع، لكل من هو مستعد أن يسجل نفسه، لكن هناك شروط للتسجيل وضعتها بلدكم. شروط التسجيل أننا يجب أن نعرف كل شروط، أن نعرف اسمه وبصمة يديه، وأن نأخذ صورة له، وأن يملأ استمارة. ولكن 99.9% من هؤلاء يرفضون ذلك أساسا،
فلا يستطيعون ان يمروا قانونيا بين من البوابات، فيحاولون اختراق الحواجز ويدخلون بشكل غير قانوني، وهو شيء غير مقبول لاي بلد لاي بلد ذات سياده. ومن سوء الحظ ان في صيف 2016 حدثت هجمات في برازيل وباريس، كانوا من هؤلاء بين هؤلاء الذين عبروا عبر بلادنا بشكل غير موثق. فلكي نحمي سلامة مواطنينا وسلامة أوروبا، إذن هو ليس الأمر عن مسألة رفض المهاجرين أو اللاجئين، لكن هو بشأن تسجيلهم ومعرفة خلفياتهم. بالضبط هذا هو كل ما هو مطلوب. ونحن أسسنا مركز استقبال لكنهم يرفضونها، قد يظنون أنهم لديهم فكرة عن أين يريدون أن يذهبوا مثلا، فخافون إن سجلوا أنفسهم في المجر فيجب عليهم أن يبقوا في المجر بدلا من الذهاب إلى بلد آخر الذي يقدم عروض اجتماعية أكثر أريحية مننا. نحن نعمل في إطار المجتمع أن حيث يجب على كل شخص أن يعمل في بلدنا، وقد يبدو ذلك غير جذابا لكل شخص، ولذلك دائما يحاولون الالتفاف على نظام التحكم وآلية التحكم لدينا، لكن هذا غير مقبول على الإطلاق بالنسبة إلينا، كما أنها لن تكون مقبولة لمصر أيضا أن يجعل مئات الآلاف من الناس الغرباء يدخلون بدون توثيق. أشكرك دكتور بيتر كيفيك السفير المجري في مصر. شكرا. إذن مشاهدينا، كان هذا لقائنا مع دكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، الذي تحدث عن الزيارة المرتقبة الشهر القادم للرئيس السيسي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الكندي للمشاركة في مؤتمر وقمة الفيش جراد التي تضم عدد من الدول الأوروبية مثل بولندا والمجر والتشيك وسلوفيكيا، وتحدث عن أفاق التعاون التي يمكن أن تفتح بين البلدين سياسيا واقتصاديا وحتى في مجال السياحة، وتحدث أيضا عن موقف بلاده من أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. ما زلنا مستمرين معكم في هذه الحلقة، في الجزء الآخر نتحدث عن النتائج التي ترتبت على زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا في عدد من المجالات بعد الفاصل. نتائج إيجابية أسفرت عنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى ألمانيا، سواء على مستوى العلاقات الثنائية إلى جانب ما تحقق على مستوى الجهود الألمانية لدعم الاستثمار في إفريقيا خلال رئاستها لقمة العشرين. وقد أكد الجانبان المصري والألماني خلال زيارة الرئيس السيسي لبرلين أكد على ضرورة استمرار التنسيق الكامل لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأكيد المسؤولين الألمان أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي لألمانيا في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، معربين عن اعتزامهم دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد شارك الرئيس السيسي خلال زيارته لبرلين في افتتاح القمة التي نظمتها ألمانيا لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت عنوان قمة الاستثمار مستقبل مشترك. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق. وشارك الرئيس السيسي كذلك في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني في برلين، وأكد في كلمته أمام المنتدى أكد السعي نحو تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة إلى أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، مشيرا إلى الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا، كما أكد أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية إضافة إلى كونها بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي وإفريقيا. كما التقى الرئيس السيسي أيضا خلال الزيارة مع العديد من الشخصيات والمسؤولين الألمان المعنيين بالشؤون الاقتصادية ومجموعة من رؤساء كبريات الشركات الألمانية.
وعقد الرئيس السيسي مباحثات مع وزير خارجية وداخلية ألمانيا، حيث تم بحث تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم وتنامي خطر الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع الراهنة مع قطر والأزمات القائمة في المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا. إذن مشاهدينا، يشرفنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع السيد أندرياس هاغن روتر، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية. مستر أندرياس هاغن، we are honored to have you here in Iceland. Thank you for having me. Mr. Andreas, how do you see كيف ترى official visit of الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى ألمانيا وأهمية هذه الزيارة في تشجيع العلاقات بين ألمانيا ومصر؟ أظن أن الإجابة أن الزيارة كانت مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا ومصر. نحن فخورون بأن الرئيس فتح لجنة اتصال بين ألمانيا ومصر، ولدينا العديد من الممثلين الأعمال والشركات الكبرى، أعضاء من شركات سيمنز وأعضاء من شركات كبرى وشركات ألمانية كبرى، ليستغلوا الفرصة لكي يكونوا على اتصال بالمسؤولين المصريين وبالوفد المهني المصري. ما الاتفاق الذي تم توقيعه خلال هذه الزيارة؟ لن يكون هناك اتفاق لتوقيعه، ولكن نحن نطور العلاقات القريبة من بعضنا البعض، ولكي يجد مصالح للشركات الألمانية تستثمر في مصر. نحن نعرف أن ألمانيا هي البلد رقم 2 للشركة التجارية لمصر بعد جمهورية الصين الشعبية، وهناك زيادة بنسبة 34%، ولدينا تبادل تجاري بين مصر وألمانيا بزيادة 50%. أيضا زادت التجارة المصرية، المصدرات المصرية لمصر إلى ألمانيا زادت أيضا. هناك الكثير من الاتفاقات التي تم تنفيذها في الشهور الماضية، مثل شركة سيمنز لتقديم كهرباء ل 15 مليون شخص. هناك ثورات أخرى أيضا كمثل ماذا، مثل شركة كانت نشطة في مجال built with German technology. محطات أخرى خطورية في بتكنولوجيا ألمانية، وهناك أكثر 400,000 موظف على مدى سنوات في مجال الأجهزة الطبية وفي مجال الطاقة وفي مجال الاستشارات وفي الطاقة المتجددة. فلدينا تعاون كبير في كل المجالات الصناعية بين البلدين. كيف تنظر ألمانيا إلى السوق المصرية بشكل عام، خصوصا أن هذا الوقت حيث الاقتصاد والأسواق تمر بوضع صعب؟ كيف ترى ألمانيا هذا الموقف بشكل عام؟ ألمانيا مهتمة بمصر. أستطيع أن أقول لك أن الصناعة الألمانية، مصر أصبحت أهم سوق للأجهزة المعالجة الألمانية، وهذه المرة الأولى من سنوات طويلة. كانت دائما الأول هي المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى، لكن في عام 2016 أصبحت مصر هي الأهم دولة، وسيستمر ذلك في عام 2017. فهناك عملية تحول للإنتاج الصناعي في مصر، ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضا في مجال البتروكيماويات والصناعات الغذائية. فلدينا علاقات قوية، ونرى ألمانيا هي الشريك الاستراتيجي لمصر. هدفنا هو زيادة الإنتاج الصناعي من 17% إلى 18% بالقياس إلى الدخل القومي المصري. فألمانيا شريك استراتيجي. ماذا بشأن التعاون في مجال
للتعليم الفني. هناك علاقة قديمة بين مصر وألمانيا في هذا المجال. هل هناك خطة لزيادة هذه العلاقة؟ نحن قد أقمنا الغرفة التجارة الصناعية بين ألمانيا ومصر. نحن دربنا آلاف الشباب والفتيات في مجالات مختلفة فنية مختلفة، ونريد أن نستمر في ذلك في صناعة السيارات ولتدريب خبرات مختلفة في مجال صناعة السيارات في الشركات الألمانية، ونريد أن نؤسس نظام فعال. نحن لدينا نظام لكنه ليس عملي بشكل عام، لكن الحوار المؤسسي بين البلدين يعني أن التدريب سيكون منظم بحسب الحاجة للصناعات في الشركات. فهذا هو السبب أن الصناعة الألمانية ناجحة على مستوى العالم، لأن القوى العاملة مدربة جدا وأيضا على المهارات الفنية. نحن نرى ذلك فرصة كبيرة للجانبين، لأننا نريد الصناعة المصرية أيضا أن تنمو مثل الصناعة الألمانية، لأن نحن نحتاج إلى شركاء أقوياء، لأن الشركاء الأقوياء شركاء على مدى بعيد. ماذا بشأن السياحة سيد أندرياس وزيادة التبادل السياحي بين البلدين؟ في عام 2016 كانت السياحة الألمانية هي الأكبر إلى مصر، كانت 650 ألف سائح. هناك الكثير من المجالات لدعم مصر كوجهة سياحية، ولدينا منظمة السياحة العالمية حيث ممثلة مصر بشكل جيد، ونحن واثقون أن هذا سيستمر في المستقبل. لكن نحن نحاول أن نشجع صناعة السياحة في مصر في مجالات مختلفة، مثل السياحة الطاقة المتجددة وفي مجالات أخرى أيضا. كيف ترى العلاقة بين مصر وألمانيا في الخمس سنوات القادمة؟ كيف ستنمو وينمو التعاون بين البلدين؟ هناك فعلا تعاون كبير قائم، سواء من الجانب الاقتصادي البحت أو التعاون الفني أو التعاون المالي من خلال البنك الأوروبي. نحن مقتنعون أن العلاقات يمكن أن تكون أكثر عمقا. هناك تاريخ طويل بين مصر وألمانيا في الصناعة. لدينا شركات ألمانية تعمل منذ أكثر من 106 عام في مصر، فإحنا كنا شركاء أقوياء لمصر، ونحن نؤمن بأن الإصلاحات التي تم إنتاجها في مصر ساعدت على طفو العملة المصرية وأنظمة التكنولوجيا الحديثة. نحن واثقون أن هذا يمكن تشجيعه أيضا، وأن نشجع شركات تستثمر في مصر. هل تعتقد أن هذه العلاقات الاقتصادية الجيدة تعكس علاقة سياسية جيدة أيضا كفهم متبادل بين القادة في البلدين؟ كان هناك تبادل بين المستشارة الألمانية وكان الرئيس والرئيس السيسي في ألمانيا الآن، ووزير خارجية كان هناك كان في ألمانيا. أظن أن حتى العلاقات السياسية تتطور بشكل جيد. أنا هنا كي أمثل قطاع الأعمال، لكن إحساسي أن العلاقة تنبعث من جديد، خصوصا في الأشهر في الشهر الماضية، خصوصا بزيارة الرئيس إلى ألمانيا. بشأن زوايا أخرى للعلاقة
بين البلدين بشأن التصدير والاستيراد بين البلدين. الاستيراد من مصر هل تعتقد أنها ينمو؟ نعم هناك زيادة ب30% في 3 أشهر الماضية، وخصوصا في مجال إنتاج الصناعات الغذائية والأجهزة الإلكترونية، ونحن نصدر تكنولوجيا إلى الشركات المصرية. فنحن نرى أن هناك أمل في نمو العلاقة أكثر مع مصر. بشأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر هذا العام، هل تعتقد أن ألمانيا تستطيع أن تشارك في تنمية هذه المشروعات الاقتصادية؟ بالطبع نحن على اتصال بشأن قناة السويس، ونحن تحدثنا مع السيد ماميش والتحدث مع المجتمع العمل الألماني ولإظهار تمثيل العلاقات المصالح، ونحن نحترم الفرصة لبناء العاصمة مصر الجديدة. وهذه مواضيع مهمة بالنسبة لنا. نحن نريد أن نقوي حلولنا المستدامة في بشأن استفادة بالطاقة، وبشأن دعم بالنظر إلى حاجة المجتمع. نحن نرى هذه المشروعات مثيرة اهتمام من كذا من أكثر من وجهة نظر. أشكرك سيد أندرياس روتر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الصناعية الألمانية العربية. إذن مشاهدينا كان معنا سيد أندرياس هوغن روتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية، الذي تحدث معنا عن أفق العلاقة المشتركة بين مصر وألمانيا، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا. حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها، وكيف تراهن ألمانيا على خروج مصر من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الآن إلى أفق أرحب؟ وربما تحدث أيضا عن مشاركة ألمانيا بقوة في المشروعات الجديدة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات العملاقة. عن مجال السياحة تحدث عن أنه هناك دفع من ألمانيا في الفترة القادمة لزيادة عدد السائحين الألمان، خاصة في منطقة سيناء، والتبادل السياحي بين مصر وألمانيا. والموضوع المهم أيضا الذي تحدث عنه يتعلق بالتبادل في مجال التعليم الفني، لأن ألمانيا مشهورة ب يعني العمال المدربين والكفء الذين يستطيعون ممارسة كافة الأعمال. Thank you so much Mr. Andreas Hergen Reuter for being with us. Thank you. ومشاهدينا إذن انتهت هذه الحلقة من برنامج الاتجاه شمالا. في الأسبوع القادم حلقة أخرى ومتابعة أخرى لموضوعات تتعلق بالقارة الأوروبية. إلى اللقاء.